ابنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، النهارده ان شاء الله هنقدم مراجعه على الكسور العشريه. الكسور العشريه بتاعتي بيبقى لازم يكون المقام عندي 10 او 100 او 1000، تمام، او 10000 او 100000، بس غالبا احنا بنشتغل ان هو بيكون المقام 10 او 100 او 1000 عشان اقدر احول الكسر العادي اللي عندي ده الى كسر عشري. يجي لنا سؤال يقول لك ايه حول الى كسر عشري؟ عشان احول لكسر عشري زي ما اتفقنا لازم اخلي المقام عندي 10 او 100 او 1000، وده عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق الضرب او عن طريق الاسم. طيب اول سؤال عندك هنا يقول لك حول الى كسر عشري وجايب لي الكسر 5 على الاثنين. ببص للمقام بتاعي، المقام اللي عندي 2، طب الاثنين دي اقدر احولها ل 10 او 100 او 1000 ازاي؟ احنا لو ضربنا الاثنين دي في 5، 2 في 5 ب 10، بس زي ما ضربت المقام عندي تحت في 5 لازم اضرب البسط في 5. ما ينفعش اضرب المقام واسيب البسط، غلط. طب احنا هنضرب المقام في 5، 2 في 5 ب 10، هضرب البسط فوق في 5، 5 في 5 ب 25. اصبحت 25 على 10. طيب لما بقسم على 10 بحط العلامه بتاعتي بعد رقم 1. فهنا العلامه هتتحرك، هتيجي ورا الخمسه من جهه الشمال. تبقى 5 وادي العلامة وادي الاثنين، هيصبح الكسر بتاعه 2.5. السؤال التاني يقول لي 55 على 50. هنا عندي طريقتين، ممكن اضرب ال 50 دي في 2 فتبقى 100، وممكن اقسم فوق وتحت على 5. الاسهل ان انا اقسم فوق وتحت على 5 عشان يبسط لي شكل الكسر شوية. لما نقسم فوق 55 على 5 دي فيها 11، وخمسين على خمسة فيها 10، أصبحت 11 على 10، برضه زي لسه قايلين فوق إن أنا لما بقسم على 10 بتبقى العلامة بعد رقم 1، يبقى 1، وأدي 1، هنقول 1.1. رقم ج 45 على 50، برضه هنا عندي طريقتين، يا إما نقسم يا إما نضرب. لو هضرب أضرب في 2، لو أقسم أقسم على 5، وإحنا قلنا طالما القسمة متاحة بتكون أسهل عشان بتبسط لي شكل الكسر شويه. 45 على 5 فيها 9، 50 على 5 فيها 10، لما بقسم على 10 العلامه بعد رقم 1 هتيجي ورا 9 هنا، يبقى شكل الكسر بتاعي 9.10. ممكن الصفر اللي على الشمال ده تكتبه وممكن ما تكتبوش براحتك. طيب 36 على 30، هنا المتاح عندي حاجه واحده بس ان انا هقسم، لان التلاته ما ينفعش اضربها في رقم تحولها ل 10 او 100 او حاجه. طب هنقسم فوق وتحت على كام؟ هقسم فوق وتحت على 3. 36 على 3 فيها ال 12، 30 على 3 فيها ال 10، برضه ال 10 العلامه بعد رقم 1 هيبقى 1.2. ده اول سؤال. السؤال الثاني هو جايب لي الكسر العشري وعايزني انا احطه في صوره عدد صحيح وكسر. طيب فين العدد الصحيح وفين الكسر؟ العدد الصحيح اللي هو الرقم اللي يبقى على شمال العلامه، ده بعتبره العدد الصحيح اللي عندي. يعني هنا 7 و 35 من 100، السبعه دي العدد الصحيح اللي بيتكتب على شمال الكسر كده. بعد كده نعمل شرط الكسر. الارقام اللي قدام العلامه دي بكتبها في البسط، يعني انا 35 يبقى هنكتب في البسط 35. المقام بتاعي بشوف العلامه بعدها كام رقم، رقمين هيبقى المقام 100. طب لو كان رقم كان هيبقى المقام 10، ثلاث ارقام يبقى المقام 1000. اصبح الكسر بتاعي 7 و 35 على 100. اقف لعندي كده؟ لا، نحاول نبسط الكسر ده. لو بصينا عندي ال 35 وال 100 هما الاثنين بيقبلوا على 5، يبقى نقسم فوق وتحت على ال 5. طبعا السبعه دي هنا في الجنب ما تجيش جنبها حاجه. 35 على 5 فيها السبعه، 100 على 5 فيها ال 20، اصبح الكسر بتاعي 7 و 7 على 20، العدد الصحيح اللي عندي 7 والكسر 7 على 20. طيب السؤال الثاني بيقول لي 6 و 7 من 100، احنا اتفقنا ان الستة دي اللي هي العدد الصحيح اللي اتكتب في الشمال. اكتب الكسر بتاعي، البسط تبقى الارقام اللي بعد العلامه، فانا عندي 0 7، لو كتبت الصفر على الشمال ملوش لازمه، فهنكتب 7 فوق. عندك رقم بعد العلامه رقمين، يبقى نكتب تحت 100. طيب 7 على 100 دي لها تبسيط؟ لا، فبنسيبها زي ما هي. 9 و3 من 1000، يبقى نكتب في الجنب.
هنا آخر سؤال يقول لك 9 و3 من 1000. اتفقنا إن 9 ده الرقم الصحيح اللي بيتكتب اللي على شمال الكسر. بعمل شرط الكسر، بكتب فوق في البسط الأرقام اللي بعد العلامة. عندي 3، 0 على الشمال ملهمش لازمة ما يتكتبوش. طب عندي كام رقم بعد العلامة؟ عندي 3 أرقام، يبقى نقسم على 1000. طب 3 على 1000 ليها تبسيط؟ لا، يبقى نسيبها زي ما هي. تالت سؤال يقول لك قرب كل من الأعداد الآتية لأقرب جزء 10. طيب لازم الأول أعرف فين الجزء 10. الأجزاء عامة بتبقى على يمين العلامة. أنا عندي العلامة العشرية بتقسم لي الرقم بتاعي لأرقام على الشمال وأرقام على اليمين. الأرقام اللي على الشمال دي الخانات العادية اللي هي الأحاد، العشرات، المئات، الألوف، وأنا ماشي. طيب الأرقام اللي على اليمين بتبقى الأجزاء، جزء من 10، جزء من 1000، جزء من 100، جزء من 1000، وجزء من 10,000، وأنا مكمل ال1000. أول رقم بعد العلامة ده جزء من 10. قال لك قرب لأقرب جزء من 10، يبقى هنبص لأول رقم بعد العلامة اللي هو الاتنين. طب الاتنين دي قبلها 3، التلاتة ده رقم بخيل مش هيدي الاتنين حاجة. نصب على 3 ونكتب بقية الرقم، أدي الاتنين والعلامة 3 6، يبقى 63.2. طيب في ناس بتشيل التلاتة وتحط مكانها 0، صح مش غلط؟ وممكن أشيل الصفر مكتبوش برضه، صح مش غلط؟ السؤال الثاني 432.76 من 100 لأقرب جزء من 10. اتفقنا إن جزء من 10 تاني أول رقم بعد العلامة اللي هو 7. 7 قبلها 6، 6 بقى هنا ده رقم كريم هيدي 7 1. هنكتب فوق 7 زائد 1 ونشطب على 6. 7 زائد 1 8، علامة 2 3 4، فيبقى الرقم 432.8 من 10. طيب هنا 24 و3 على 20، 3 على 20 ده كسر عادي. عشان اقربه لاقرب جزء من 10 لازم احوله لكسر 10، واحنا لسه قايلين في اول سؤال ازاي نحول لكسر 10. اخلي المقام عندي 10 او 100 او 1000. طيب هنا ال 20 لو جيت اقسم هقسم على الاثنين تحت، بس الثلاثة فوق ما بتقبلش على الاثنين، يبقى القسمة ما تنفعش. وهنجرب الضرب. طب ال 20 بتتضرب في كام؟ في 5، والثلاثة فوق بتتضرب في 5. الرقم الصحيح بيتكتب زي ما هو 24 اهو في الجمع. الكسر الجديد بتاعي 3 في 5 ب 15، 20 في 5 الصفر ينزل بتاع ال 20، و2 في 5 ب 10 يبقى 100. قسمت على 100، على 100 بتبقى العلامه بعد رقمين، يعني هنحط العلامه بعد الواحد، فيبقى الرقم 5 وادي الواحد وادي العلامه 24. فيتنت 24 و15 من 100. طيب تعالى نقربه لأقرب جزء من 10 اللي هو الواحد. الواحد قبلها 5 هيديها، لأن الخمسة كريمة، فهنكتب فوق الواحد ده زائد واحد ونشطب على 5. 1 زائد 1 2، وأدي العلامة وأدي 24، فيبقى الرقم الجديد 24.2 من 10. آخر سؤال، المقام عندي 50، برضه ممكن أقسم على 5، بس لو قسمت على 5 تحت السبعة فوق مش هتقبل على 5، فمش هينفع نستخدم الخمسة. طب نعمل ايه؟ نضرب في 2 فوق وتحت. 2 في 7 ب 14، 50 في 2 هننزل الصفر بتاع ال 50، و2 في 5 ب 10 يبقى 100. 14 على 100 دي هتبقى 14 من 100. طب نقربها لأقرب جزء 10 اللي هو الواحد. الواحد قبلها الأربعة، الأربعة ده رقم بخيل ما بيديش حاجة، هنشطب عليه يبقى 1 من 10. طب مين هيمثل الأرقام البخيلة والأرقام الكريمة؟ الأرقام البخيلة اللي هي الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة. الأرقام الكريمة اللي هي 5 6 7 8. آخر سؤال عندي يقول لك أجب عما يأتي. 32.27 من 100 زائد 13.5 من 10. عشان أجمع الجذور العشرية لازم أساوي عدد الأجزاء بعد العلامة. أنا عندي هنا كام رقم؟ رقمين بعد العلامة، وهنا رقم، يبقى نحط قدام الرقم ده 0. 7 زائد 0 7، 2 زائد 5 7، والعلامة 2 زائد 3 5، 3 زائد 1 4. قال لك بعد ما تجمع قرب لأقرب 1 على 10. 1 على 10 دي يعني جزء من 10. طب هنا جزء من 10 السبعة اللي بعد العلامة على طول، قبلها 7 تانية، اتفقنا إن السبعة دي كريم، فهتدي السبعة اللي جنبها 1 ونشطب عليها. 7 زائد 1 8، وأدي 45، تبقى 45.8 من 10. السؤال ب، هنا الأجزاء متساوية، هنا رقمين، هنا رقمين.
هنا السعر لك 18.7% زائد 421.45%. الأرقام بعد العلامة متساوية، يعني عددهم متساوي، هنا رقمين وهنا رقمين، فهنجمع 7 زائد 5 = 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و0 = 1، 1 زائد 4 = 5، العلامة تنزل 7، 8 زائد 1 = 9، 1 زائد 2 = 3، وادي الأربعة. قال لك لأقرب وحدة، كلمة لأقرب وحدة دي يعني ببص على خانة الآحاد. طب واحنا اتفقنا فين خانة الآحاد؟ اللي هي على شمال العلامة، بتبقى آحاد، عشرات، مئات. طب هنا فين خانة الآحاد اللي هي التسعة؟ التسعة دي قبلها كام؟ قبلها 5. الخمسة احنا مصنفينه تبع الأرقام الكريمة، هيدي التسعة 1، فنكتب فوق التسعة زائد 1. طب لما بقرب لأقرب وحدة، العلامة بالأرقام اللي بعدها بتتشال، وبشتغل على الأرقام اللي قبل العلامة. 9 زائد 1 = 10، 0 ومعانا الواحد، 1 و3 = 4، وادي 4. خلي بالك التقريب في التسعة بالذات لو اللي قبلها الكريم وبيديها 1، ما ينفعش تكتب العشرة كلهم، فبكتب الصفر وبوزع الواحد على الرقم اللي بعد التسعة، إلا بقى لو التسعة دي آخر رقم فبروح جاي كاتب العشرة كلهم. طيب هنا بيقول لك 743.65% ناقص 512.28%. هنا 65% هنا 28%، رقمين وهنا رقمين، نطرح عادي جدا. 5 ناقص 8 ما ينفعش، هنستلف من الستة يبقى 5 ودي 15، 15 ناقص 8 = 7، 5 ناقص 2 = 3، ادي العلامة تنزل، 3 ناقص 2 = 1، 4 ناقص 1 = 3، 7 ناقص 5 = 2. طيب لأقرب برضو جزء من 10، احنا اتفقنا ان 1 على 10 ده يعني جزء من 10، الجزء من 10 التلاتة، التلاتة عندي قبلها 7 وانا مصنفها تبع الكريم، نشطب على 7 ونكتب فوق التلاتة زائد 1، ويبقى الرقم 4 علامة 1 3 2، يبقى 231.4 من 10، وبكده يبقى احنا راجعين على الكسور العشرية.